اسمها ميشن نيتشر. ميشن نيتشر انا ومارك بنفرجيكم الاردن مثل ما حدا صور قبل، مثل ما بتعرفوها او شفتوها. اكيد رح ناكل، رح نكتشف، رح نبرم، مش بس بعمان بس بالمنطقه كلها سوا. بدنا نفرج الاردن من منظار طبيعي. الحلو هون انك كانه النباتات بيعرفوا اوقات انه في اثارات رومانيه. ما بحس انه لازم روح على بلد ما اجي اشوف شو هن السبايسز تبعهم. كل العالم بتوع المحلات السياحيه العاديه، بس احنا حابين نفوت على قلب شريين تبع الحضاره. مش معقول المنظر هون، اذا متطلع مثل كانه شقفه من فيلم، شقفه من اويسس. يوم بترا بس على الطريق اكيد في اكتشافات حلوه. من بعد نهار كتير طويل فيني اخبركم انه في رمل وملح بشعراتي قد ما في يمكن بكل المنطقه. اخبر ولادي عن سفره من العمر. صخر، برجع وعرفنا على صخر. صخر يلي تعرفنا عليه مرة الماضي واستقبلنا عنده بالبيت واكلنا منسف بعقد وعائلته بتسطل. هالمرة عرف انه جينا على الاردن، قالنا ابدا انا بدي احضر كل شيء وانا بدي ساعدكم. صار له جمعة بيركود، اكتر جمعتين بيركود، وهلا اخذ فرصة جمعة. قايل لهم بالشغل ايه؟ قايل لهم انه اخذ فرصة يقضي واحد معنا. هاي الاسبوع اسبوع غير، we're having a lot of fun. رح نشوف البايوديفرسيتي تاعت الاردن ونلففك على كل محل بالأردن to check it out. Let the excitement begin! Good morning! يعني محمس لدرجة أنه سبقني. من وين هرب ما بعرف، فتح الباب الوراني يمكن. وصلنا على أول وقفة اللي هي أورجانيك فارم. مارك صار جوا عم بيدوق، عم بيبرحش، ما بعرف شو. من هاي اميزنج، من مستفيد من الطقس وبروح فتش عليه. مارك أوو. هلو هاي هلو سهلا. وين رحت؟ عم نتعرف على زينة. اوكي هاي زينة، كيفك؟ تمام الحمد لله. انا زينة، انا بشتغل بموجب اورجانيك فارم. احنا حاليا بوحده من المزارع، في عنا 5 مزارع حوالين الاردن، وبنزرع تقريبا فوق 50 صنف من الخضروات والفواكه المرخصه عضويه. طب ساعات واحد بيقول اورجانيك، في انترناشونال سيرتيفيكيشن لازم تكون عندكم اياها؟ احنا تابعين للاي يو ريجوليشن، شركه اليانيه بتعمل لنا الاوديت سي سي بي بي، عندهم مكاتب بلبنان، فبيجينا فريق من لبنان كل 6 اشهر بيعمل لنا اوديت ومنضلنا على تواصل. قال هني بيعطينا نعمل اوديت، لازم ندوق كل شيء. شيء برا وفي شيء تحت الخيام. تحت الخيام بس ستيل اورجانيك بدال. لانه في ناس بيفكروا انه تحت الخيام مش اورجانيك. خبرينا شوي اكثر. في اصناف بتكون حساسه اكثر، بدها مثلا رطوبه اكثر، بدها حمايه اكثر من حشرات، نضطر انه نزرعها جوا البيوت. وفي شغلات تتحمل انها تنزرع بالارض المكشوفه، فبنزرعها برا. اهم شيء شو شفنا كوسه اورجانيك. بعرف قديش بحب الكوسة، وبرجع بذكركم دايما هولي ما بينكبوا، هولي بتحطوهم تعملوا فيهم طحشون رز. والكوسية نية أطيب من الخيارة. نعم نزرع كذا نبتة حد بعدهم مزبوط. ورانا في النايلون حاطينه تحت على الكوسة، هيدا كمان بفرجت الهواء ما يضرب الكوسايات وما يقلبوا زهورهم ويعملوا كمان تلقيح على السرنك. بس خلينا نقول معلومة كتير حلوة، نحن هون واقفين بين كيل، كيل من نوع تاني، عنا أرنبيط، عنا كرامب، عنا بروكلي، وعنا كل هالأشياء، كل هول هي زيت النبتة. يعني اللي ما بيعرف انه الكيل والبروكولي والأرنبيطة والملفوفة وبعد فيه حتى الشو دو بروسيل كلهم زيت النبتة، مش حتى زيت العائلة، زيت النبتة الإنسان أصله. بازيلا؟ هيك شو ما أنا بازيلا عليها دغري؟ بس شكله صغير. لا هيدي ما عدا مزعج، هيدي صغير. باخذ هاي؟ ايه بس شوف شو حلو، شوف. اوكي. الزهرة ايه؟ هي اللي بتعقد وبتطلع منها، يعني هيك
إذا بنقرب عليها بنشوفها. أصلا هي كانت زهرة وطلعت. 100% أورجانيك. إيه هلا في شغلة كتير مهمة. نعم. ليه بيزرعوا بازيلا وهيك؟ حيلا مطرح بالأورجانيك. لما بتزرع بازيلا وفول في بعد كتير من هالعائلة واللوبيا شفناه قبل. هول هن بيقدروا ياخدوا من الجو الأزوت وبحطوه النيتروجين بالأرض. أوكي. سو شو بتزرع من بعده؟ ما أنك مضطر تسمد. سو دائما بزرع بازيلا بوقف برجع بزرع شي وراها. يبني هذا اسمه كروب روتيشن. هونيك فرجينا الانتر كروبينج يعني كذا نبته حد بعضهم. هون بتزرع شي من بعده شي. هول العائله اللي مسميهم ليجيمينوز او فاباسي يلي هن بازيلا لوبيا بعدين فول كلهم بحطوا نيتروجين بالارض. Very good. انت عملت سبور اليوم مارك؟ لا بدك نمشي؟ لا عم فكر اذا بعطيك كيس تعبي لنا شغله الطريق. يلا بس تعال شوف شو حلوين كيف ببلشوا لازم نفرجيهم كثير حلوين. عطني جايب لك الغدا. كم مرة شفتوا شيء أورجانيك هالقد كبير هالقد بغزة منه مزعبر منه مشكوك ماي؟ واو طعمة الطبيعة كلها سوا. واو أسيديك لمني لايتلي سويت سوبر ووتر أنجوسي. تروجي بغيره. ميشن نيتشر يس. من بعد ميشن فول ومن بعد ما برمنا اكثر من 120 فيديو بلبنان تبرمنا على اغلبيه الاشياء الحلوه بلبنان اليوم وصلنا وين صرنا بالاردن. ليش؟ تنكتشف نيتشر الطبيعه biodiversity 100% يعني انا وانت جايين من عيوننا هيك واحد بيطلع على الاكل واحد على الطبيعه اخبار بدنا نفرجيكم الاردن بعيون مش مثل ما انتم شايفين. ما حدا بعتقد حب قبل بحياته عملها اكثر من 7 ايام. يلا مشوار ببلش هلا رح نوعدكم بفيديوهات ما حدا بالتاريخ كان صورها. تقريبا من جمعتين جينا لهون على الاوتيل واكلنا عند برج الحمام وبوقتها اطلعت وقلت واو شو حلو هاللوبي شو بروفيشنال وعبالي شي نهار اجي اقعد هون. واحد بيطلب من القدر وبيطلب من اليونيفيرس وبيرد له اياها. اليوم نحن رح نقعد ليلتين بالانتر كونتيننتال بعمان. الفيرست اكسبيرينس او فيرست امبريشن رائعه. حتى نعمل برمه هيوج بليس. خزة منيح منيح لأن نهارنا طويل. أنجاب كروسانيتهم كتير طيبين. تعرف شو عملت أنا أنت ومتحضر؟ صورتها كيك هيك ما ترجعون حالا. أكيد توفرتوا على بيتي هيدي الجمعة. عنا هم طاولة صفرة ومكتب الشغل. عنا هون أوضة النوم. جنون. وصلنا على جرش. كل العالم تحكي عن جرش. عندك تمبلز وبضيعك بلاقيك عم تفتش بالخضار. ما هيدا الخضار هيك وين ما كان زيت شي سو بدك تتأكد أنه بيشبه مثل لبنان. أوكي. يعني مطرح هاي متقرب زراعية صغيرة مخربتينا سو بيطلعوا النباتات فيها نكلون فيها نستفيد منهم للصحة. حكينا عن نحن بلبنان بنحكي عن شيء اسمه تسليق. مزبوط. موجود زيت الشيء هون؟ زيت الشيء يعني تعطيك مثل هيدا النبتة. اوكي. نحن شايفينها كثير بلبنان اسمها شوك مريم. وين ما يحضروها من العالم اسمها ملك تسل. هيدا من اهم نباتات طبية للكبد. شي نهار بدنا نوعد المشاهدين نعلمهم كيف من هيدا بتصير المارشميلو. ما رح تصدق. هاي مارشميلو؟ هاي خضرة؟ بس من شلوشة. أوف. ما اسمها اصلا بالانجليزي ملو ومارشميلو. هاي وحده cool. كيف ما بتمشي بدك فرجيك بعد نمشي يلا قرب. سو هيك على الطريق حد الزفتات حد الباركينج محل ما بتقبضوا جد بس انا ملاقيين شغلتين ثلاثه فيكم تقطفون تطبخون وتعيشوا منهم. قديش الطبيعه غنيه. هيك انا فتش عليه بعد. طلع انطوني شفت هول الورق يلي عم نشوفهم فوق هول اسمه الفايدكات يلي وين ما بكون في رومان هن بيحفرون على المداخل خاصة ليقولوا انه الرومان قطعوا منهم.
عنتري نحن بجرش أوكي. أكيد هي معروفة للأسرات ومعروفة كرمال حفلات وهيك، بس هون لازم نعرف أنه واحدة من التسميات لكلمة جرش جاية من المنطقة اللي فيها كتير أشجار. هي من أكتر المدن يلي من كتير زمان موجودة، من 7500 سنة، وكانت دايما فيها ناس. شغلة كتير مهمة نعرفها أنه لفترة كتير كبيرة جرش نسيوة، يعني لأكثر من يمكن 10 قرون بطل حدا يعرفها. ل1600 رجعوا عن جديد اكتشفوها ورجعوا عرفوا أنه جرش كانت موجودة وبلشوا يرجعوا يدرسوها. هيدا الأرتيكا بيلوليفيرا، هيدا من أكثر نباتات بتذكرني ببعلبك. إذا منروح لهونيك منشوف اللاميوم يلي كتير حلوة، زهرتها حلوة وقسم عليها الأبيض من فوق مبينين هون، حشيشة الإزاز عن جديد، أسباري لهونيك، وكلهم سوا تحت زنزلختي. نحن أكيد كأننا ببعلبك. عم نفوت محل ما الناس ما بتفوت، عم نفوت محل ما لازم توقفوا جوات الحفة، بس مارك شايف شي برات الحفة. مارك وين جبنا؟ هيك أول شغلة هون عنا مثل ورق العريشة وعنا العنبات، سو بدل قد ايه كان العنب مهم للرومان. بس كمان اذا بتطلع انا من بعيد شفت هيدي الزوفة وعم نشوفها مزهرة، هيدي نبتة اسمها ميكروميريا. هلا بالمبدا هي ميكروميريا ميرتيفوليا، بس وين ايد اكثر تنعرفها. وتحت اجرك هون في نبتة اسمها بارونيكيا، هيدي كمان بسموها تليجة يلحقي هون. سو كيف ما كنت تتعلم هيدي عندها فوائد طبية كتير كبيرة، بس ليك هالصخور شو حلوين ما رح اقلب بطاطا لهم. شغلة عظيمة مارك، مش معقول. انت مثلا تعرف كم عمود في هون؟ هلا قرينا يعني انه في اكثر من 1000 عمود. 1000 عمود؟ يس. نحن من ساحة الأعمدة على شارع الأعمدة أوكي. على طريق مثل ما هي صخرة حد التانية. انا حس حالي بصور عن جد. ايه هيدا الطريق الرومانية الكتير طويلة بتشبه له. وانتوني كانت عم بقرا كمان انه على الشمال وعلى اليمين في المسارح الكتير معروفة، وهولي بركة عمره بين سنة 120 ل 170 ميلادي. بيوتيفول عن جد. يلا بنمشي 1000 عمود. هات نبلش نعد. عمود ابيسا ايز ايز. من هون مبين درج واحد، عبالكم تشوفوا كيف يبين من فوق. ايه رح ننجبر نطلع لفوق. يلا الحقونا. خبرني شو اكتشفت. ليك مثلا هون عنا بلاط كتير قريبة على الكامومايل او البيبونج. هيدا النبتة اسمها كالاندولا او ازاريون الحقول اورنج، كمان كلهم عندهم فوايد. هون عنا الاكيوم ليكمل الالوان. كل هيدا الاصفر هو نوع من الخردل. وهون كمان هيدا الرافانوس اللي هي كتير قريبة على الفجل وهيك، يعني بعد في سميلك شمية غير يعني، بس قدي حلو الالوان، بس قدي حلو هذا الشيء ورانا. شو رأيك؟ بيوتيف. مستحيل تيجي على جرش وما تجرب لبنة جرشية. هاي بتكون جبنة مبسترة اوكي، قريبة للحلوم وللعكاوي، بس هاي بتيجي طرية للأكل. طبعا هاي حليبها بنغلى وبعدين بتتصنع جبنة مبسترة. ليك ملوحة؟ هاي بتيجي خفيفة ملوحة كتير قريبة للعكاوي. اللي لفت نظري انه بتعملوهم شقف صغيرة مش مثل عنا قوالب كتير كبار. يلا الغدا وين؟ شو هون؟ سيت اب عرس كامل، 2 فانيت برادات كله إلي؟ أنا بس. الفلفل فلفل معك 25 دقيقة، فنحن طالما بمحل بروتكتد ريزيرف ومحل هيدي المنطقة كلها سوا محمية، رح ننزل أنا ومارك ونشوف شو الأجواء. بس طلعوا يعني المانجر الشيفية العالم الماركتينج الاف ام بيل. او ماي جاد. اوكي بريك، نرجع مارك ناطرني ونرجع لهم. هيدا نوع فاريولا بنسميها فاريولا كومينيس. بلبنان عنا كذا وحده، مثلا شلش الزلوع هي مثلها. في منها كثير انواع. في نوع بيقدر يكون سام وفي نوع لا، ما فينا نعرف من الشكل.
سو نحن ورانا في عنا كتير من السنوبر. هيدا السنوبر اسمه بينوس أليبانسس يلي هو السنوبر الحلبي، بس في كتير دراسات بتقول انه هو المطرح ما بلش فيه من الأردن، ومزروع عشمانه على اليمين سرو وشربين. هلا نحن وطلعين قبل شفنا كتير على الطريق السنديان، يعني عنا كتير كواركوس يلي هن كمان أشجار ميديترانيان منشوفهم وين ما كان. الطبيعة الميديترانيان عم نشوفها يعني بالكل التيبيكال فلورا تبعها. أنتوني هون كمان في شيء نحن بنسميه غريق. هيدا المنطقة هيك هيدا الفورماسيون دايماً بيكون فيها البلين يلي هي هيدا النبتة بيكون ملاني أوركيدز. سو نحن إذا بنرجع بعد شيء يمكن جمعتين بنلاقي أوركيدز. فإذا بدك تصور بلينة عن قريبة بتشوف كمان قد إيه حلو، في عندها هيك مثل فواكه منجمين خضر. بعرف ما رح تحب شو رح أقول، بس هيدا التوم البري، هيدا اسمه أليوم بالطبيعة. هيك بيكون التوم بري بيطلع لحاله بالطبيعة، أوقات بيطلع أوركيدز من هون. خليني أفرجيك شيء تاني تحت. ليك قد ايه حلو هيدا البلانت، هيدا اسمه أورنيتوغالوم. هيدا تحت فيها مثل بصلة. جدودنا وين ما كان بالعالم كانوا وقت المجاعة ياكلوا من هيدا البصلة ليقدروا يعيشوا. عم تشوف قد ايه في حشرات. هيدا بلانت كتير حلوة كمان اسمه إيريس أو سوسن. هيدا كمان نوع من أوفوربيا أو بسموها بالعربي حلبلوب. ليك قديشها حلوة. هون دغري وراك أنتوني في بلانت اسمها إيرجينيا ماريتيما، هيدا أو سي بسموها بصل الفار، كمان نبتة بعد شوي بتزهر زهرة كتير كبيرة. نحن هون بتيبيكال ميديترانيان غريق. أنتوني شايف هيدا هون السنوبرات كيف طبين؟ هيدا الشيء بنسميه أنيمومورفوز، لما الهواء هو بيعطي شكلها للشجرة. مناظر رائعة، يعني السنوبرات عم بدلوك على السد. بنفس الوقت إذا بتطلع هون على صغير ليك قديشها حلوة، في نبتة اسمها جعدة أو تكريوم فوليوم يا حي هون. هيدي نبتة عندها فوائد كتير طبية، مثلا بياخدوها كتير البدو للسكري. هالمنطقة بتكون كتير ريتش بالحشرات، ليك هذا النوع من الأبوت قد حلو. بيقولوا انه تقريبا لكل نوع نبات ببلد في 5 حشرات. بليز هاي شو؟ مان انت بتروح على فرنسا ليك ليك ملا ضحكة. ليك ايه انت بتروح على فرنسا لتشوف مثلا رستوران ميشلان. انا بدي اشوف نبتة الاردن. اوكي. وعادة فيري رير. هيدا كيف الارز بلبنان، هيدا النبتة تبع الاردن اسمها The Black Iris. وأتمنى مهمة وقت عملوا السيارة مانيفاكتشرت كلها بالأردن، ملك الأردني سيئة أصلاً وسميها Black Iris للسيارة. راحين سوا تنكتشف سيربريز شو هي الطاولة اللي حضروها، شو الأكل رح ناكله بنص طبيعة بنص هالريزيرف أو بوتانيكال جاردن يلي ما بعتقد قبل حدا طبخ أو أكل هون. Feeling honored, proud and ready to eat. أكيد. نحن عملنا لك سوربيز اليوم، الكيترينج تيم تبع الانتركوتيننتال جوردن عمل لك بجرش نايس سيت اب كانه سمول ويدنج. عملنا لوكال ديشز مع، وكمان عملنا نايس سنتر بيس من دانيال اوست هو كمان فلوريست عندنا بالاوتيل. عملنا ليجو فلامب، رح نعمل الامينوت ليد بندوره، كمان رح ندوقك مزات لبنانيه، وكمان سالادز من الهيربز الاعشاب الاردنيه. امبرست بالست اب، امبرست بالاهتمام، امبرست بكمية العالم اللي موجودة هون. واحد كلهم بميل بس الأكل بميل تاني. الحمص من أطيب ما يكون، حامضه على القد، كريمينس تبعه على القد، بابا غنوج أو المتبل على القد، المحمرة حراتة، سويتنس تبعه، اللبنة امبرست. اكسلنت. هو ماك عم ياكل وعم يدوق، حرام مطعم ما نصابك فيه اليوم. رح ننقل من المكسيكي على الكوزين الهنديه، شو رايكم؟ واو فيري جود. فتح بال 1993 اول مطعم، نعمل كثير دليفريز، كثير عالم يطلبوا، وعندنا شيف سينك له عندنا اكثر من 15 سنه كمان.
أخذنا الطيارة وجينا لهون، وبكرة نهار جديد ببلش الساعة 7 بلايف مطبخ وترويقة. إن شاء الله يكون بسطوا بهذا النهار. يلا انجوي كوكينج ونلتقى بكرة. واو 7 بالليل لوك داون، بتفوت على الاوتيل بسكروا البي وما بقى فيكم تظهروا. 7 الصبح بنرجع بنظهر وتشوفوا وجه الله وبتشموا شوية روايح كتير حلوين، ونهار جديد ببلش اسمه ميشن نيتشر. ميشن نيتشر انا ومارك تنفرجيكم الاردن مثل ما حدا صورها قبل، مثل ما بتعرفوها او شفتوها قبل. اكيد رح ناكل، رح نكتشف، رح نبرم، مش بس بعمان بس بالمنطقه كلها سوا. 7 ايام تاني نهار ببلش هلا. شو بيميز الزعتر الأردني؟ الزعتر الأردني هو زكاوته الزعتر الأردني إنه تلاقيه في البرية وين ما تروح. المنقوشة طبعاً غطت بالأردن، الزعتر من برا، الجبنة من جوا، مع هالترافق قرمشين. واو واو واو. رجعنا نزلنا على المدينة على عمان، العشق، الناس، الشغل، الناس فوق بعضها، والأجواء كتير حلوة، الفايبز روعة، وكتير محمس امشي بالأسواق القديمة. مارك وين اخدني؟ أنا ما بحس إنه لازم روح على بلد ما اجي اشوف شو هن السبايسز تبعهم، بتروح على سوق العطارين. كرانشي اند فروفي كومباين، وزعترات ما يكون عايزين شهادة عن الزعتر الأردني. منقوشتك رائع. طب بردك طعم خيرك يا خيي، مش عم بفهم عليك ولا جايين شو محتال؟ ترجيتك من شوي. نو نو ميرسي نو ميرسي. مش مقبول مش مقبول. رائع. تتذكروا الكعكة بالبيض، التيبكال تراديشنال ستريت فود بريكفاست بالأردن، وهيدي البيضة اللي لونها مش أبيض. ليش لونها هيك؟ شوي هذا. هيدا شوي. البيض بيجي طازة دغري من الإن. انا طلع بالي ارجع افهم كيف بتصير لونها هيك. هيدي مثل ما هي بشيلوها من تحت الان تحت الدجاجه وبحطوها بنشاره الخشب وبيتغير لونها مثل ما شايف. تيبيكال ستريت فود، خبزه بتكون كثير طريه وكثير غنيه من السمسم من برا. هيدي البيضه اللي بعد لهلا ما فهمت دقناها قبل بمره ولا هلا ليش لونها هالقد بيكون. بحط لكم شويه جبنه، رشه زعتر. انت هابط مثل الاكل تبع نحن صغار. كونفورتينج هوم فود فيري جود. اكلنا هيدا الساندويتش اللي فيها بيضه بقلبها، وهيدي البيضه يلي كثير ناس طلعت وقالت ليش لونها هيك. طيب مش على الطريق، فتنا عند الشخص يلي كثير بروفيشنال، صف وقف قدامه، صلاح الدين بيكري. كل العالم تعرفها من اهم ستريت فود بالاردن وموجوده على الطريق. ليش لونها هيك؟ لانه فيها نشاره خشب سيف منا وسخة، وبتنطبخ من جوا لأربع ساعات. البيضة صار بتنطبخ لعشر دقايق بتصير لونه أبيض، صار بتنطبخ لأربع ساعات، بتعمل ديكومبوزيشن بقلبها، الأبيض بصير لونه براون، بتعمل أخضر حواليه اللي هو 100% سيف، ومن جوا بصير لونه أصفر وكتير كتير كتير قاسي. تاكلوها طعمتها كتير مطبوخة مظبوط وما فيها زنخة أبدا. شبيب صار لهم هون 10 15 سنه بيجوا بيفوتوا بياخذ خبزته فريش، بياخذ البيضه، بيطلع هون على الطاوله بيركب هو الساندويشه مثل ما هو بحب يكلها وبينبسط فيها. شفته ملا ضحكه على وجهه مش معقول. فيري نايس. طب يلا فوت اعمل لي ساندويش. يلا بنقول انا انطني اعمل لي ساندويش. خبز سوبر 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 سخنه. السؤال بيرجع بنسال حاله، طب مين اخترع هذا الشيء؟ مين طلع نهار وقع وقال بدي اعمل بيضه يلي هي كلنا بنعملها، يعني فينا نعملها بالبيت، فينا حط لها مايونيز او جبنه، حطيت لها زعتر وصارت اليوم الناشونال تريجر، كل العالم تحكي عنها، كل العالم تكلها. فيري كومفورتينج. من برا محمصة كثير، سخنة كثير من جوا، البيضة عظيمة. جبنة. لبد. ومارك هرب، لاحقوا فيها، مارك وينك؟ وينك؟ يا عين
sweet, intense, سكر. It's very smooth. ما بعرف كم كالوري فيه. فيك تشرب واحدة كمان؟ ما بعتقد. صعبة، سكر كتير. كتير كتير سكر وصير طيبين. طلع السوق. شو عبالك نفتش؟ أنا بالنسبة لي العطارين بفرجوك أشياء كتير مهمة. مثلاً من زمان ما كان في فرماشيات عند الكل. والعطارة كان هو ياخد هيدا الدور يجوا عند الناس يسألوه عندي هالمشكل شو بياخد هيك. هلا بالبلدان العربية في كتير أشياء كمان. يعني صارت مستعملة. شوف هلا قد ايه في نباتات هي منا من الأردن مثل ما بلبنان بتلاقي هيك أشياء. فبدنا نشوف شو في مثل بعضهم وشو عندهم زيادة نحن ما بنعرفهم. هيدي اللومة أو لومي هي مثل حمضيات صغار منلاقيهم بكل بلدان عربية. هون عنا القصعين هي زيتها اللي موجودة بلبنان اسمها معقول يكون مريمية أو عيزقان. It's a sage. هيدي نبتة بسموها هون غير شيء بلبنان نحن بنسميها تليجة. عطني لما تفوت عند عطار ما فيك تطلع هيك بس انا عليه كمان مثل الطبيعة بتطلع نزول وهو بيكون مخبى خبار وهيك نخو معنا تنفرجيكم شو في هون كم نبتة من يلي هيك دغري عرفناه هون هيدي بركي اسمها عشبة الملائكة عندهم هي الانجليكا يلي هي مستوردة نشوفها هون هون عنا شغلة كتير مهمة الاكويزيتوم عنا او منسميها نحن بلبنان زنب الخيل او قطع وصل يلي هي ديوريتك وهون في نبتة كتير مهمة تصور انه في كتير ناس بكبوا قشرة الرمان بس قشرة الرمان بتنباع عند العطارين دايما عندها فوائد كتير طبية واذا بتطلعوا هون منشوف حسب هن شو بسموها كف مريم يلي هيدي شنهار حسب شو اسمها عندهم هلا منشوف هي اسمها أناستاتيكا أيوروبونتيكا كنبتة بسموها حتى روز اوف جيريكو هي شنهار بنروح على الصحراء ننبش عليها لانها بتروح بتيبس بترجع شغلة كتير مهمة لدرجة بسموها ريزوركشن بلانت هي زيتها موجودة بلبنان هي زيتها زعتر لبناني أو صوبة موجودة كمان بالأردن بسوريا بفلسطين حتى موجودة بسينا بمصر زيت السمك زيت شيء يعني إجمالا من نروح من بلد لبلد النعنع بيكون أسمك أقسى هون الزيت زعتر حتى نسأل وين جايبه يلا قرب بيجي الزعتر ورق مثل ما هو خامه بنجيبه من الضفة بقشه بنغربله طبعا بعدين بنجيب العنجراد الكزبرة بنطحنهم طبعا ضعفهم للزعتر بعد ما نطحنهم طبعا نفركهم بزيت زيتون طبعا كل نص كيلو زعتر صافي مع البهارات بنحط ضعفه سمسم والسماء حسب الرغبة 200 غرام 100 غرام عسنين الناس سألت شو الفرق بين الزعتر الأردني والزعتر اللبناني والزعتر الحلبي على هو الزعتر تقريبا بكل الثلاث بلدان وهلا مارك بيقلنا هو زيته حسب الجبل حسب إذا مصقي حسب إذا بعلي بس هو الأوريغانو مسيرياكم بعدين كل بلد عنده الخلطة تبعه واليوم فينا نقول سيكريت انفولدد المشن تبع الزعتر بعتقد صبناها هول هن كلهم سوا الخلطة اللي بحطوها بالزعتر الأردني شو عم نشوف هون مارك صار نشوف الزعترات يلي أوريغان وبسيريكو مثل ما قلت يلي انهرموا هون عم نشوف سماء وعم نشوف عم نشوف سماء أو سمسم في ملح شوي بس هول السيكريت انجريدينتس شوي عنا قمح عنا هون الكزبرة يلي مطحونة وهون عنا الدل أو الشبط هلا هن بسموها غير شيء يلي كمان مطحونة بيخلطوها هلا كان عم بيقلنا كل ما يزيد نسبة الورق كل ما يغلى كل ما يزيد نسبة سبايسز توصل بس مثل ما قلت السيكريت انجريدينت ما في أنواع خلطات زعتر في أوريغان وبسيريكو مرحبا استاذ مرحبا استاذ واو الوان كتير حلوين هون شو عندك ولا نحن عنا عطاره بس هيدي عطاره مستورده اوكي كيف مثلا هون شو يعني هون هو ثلاثه هن كلهم من زيت العيله زنجبيريات اسمهم يعني هيدي اسمها البينيا غالانغا مثل عيله الزنجبيل بس هيدا هو الزنجبيل وهيدي الكركما ثلاثتهم هون من زيت العيله اسمهم زنجبيراس كل واحدة عندها فوائد بتعقد وبتعرف هذا بفرجة قديه عند العرب من زمان كانوا يستوردوا كتير من السبايسز من الهند ومن كتير بلدان تكمل لهون بتلاقي جوزة الطيب بتعرفها أكيد بس هيدا مقشرة ناتمج يلي عم يحضرنا من اسمه انجليزي او فرنساوي هيدا الناتمج او نوادو ميسكاد هلا هي سمعت شيء هيدا انت رح نقرب عليهم هو بصل وثوم بصل وثوم مجففين ما نحن بنعرف انه حضرتك عندك شانل اسمه نو جارليك نو انا مشهور بالاردن خاي عفينا مظبوط
هون اذا بهمك تعرف كمان انا ما تخبر هيدا عاده عم بينباع هون از زعفران بس نحن نعرف ان الزعفران كثير غالي سو هيدا ما نو زعفران هيدا كرك هيدا بسموه يعني هو اذا بدك ساف فلاور او سافرن وبسموه عصفر يلي الزعفران بدك 300 ألف زهرة لتعمل كيلو هيدا بنكزة زهور بتعمل كيلو يعطي زيت اللون يعطي بس اللون بس ما بتعطي ولا الطعمة ولا الريحة اوكي هلا هون عنا نبتة ما تسألني عن اسمها اللاتيني بدي ساعة لألفظها لأن اسمها إيبي كاكوهانا كتير صعبة بس بسموها عرق الذهب كتير هيك مهمة كنبتة وهيدا هون شغلة مهمة شنهار بدي سافر على إثيوبيا لروح شوفها هيدا بسموه الهيل الإثيوبي بس هيدا الهيل الأصلي هلا بس تنخبر انه الهيل هي تعتبر او تاني او تالت اغلى سبايس بالعالم يعني الهيل عادة غالي اغلى شيء بيكون عادة الزعفران الاصلي مش هيدا وبعدين اوقات في الفانيلا اوقات الهيل بيسبقوا بعضهم حسب طلب السوق سو هيدا الهيل الكاردمم وهيدا اللي بنسميه نحن الكاردمم الاثيوبي او اثيوبيان كاردمم واخر شيء الخلطة السحرية اللي كل عطار عنده اياها اللي بحطوها بالشوربة بالطبخ وين ما كان وهيت استاذ فيك تقول لي كم وحده فيها بأمرك بأمرك سو هون عندنا لومة من نوعين هون حكينا من شوي عنهم عندنا الزنجبيل والجالانجا هون بنشوف عندك بهارات سود وهيك عندك حر دوق شوي اذا بدك شو بعد عندنا شو بعد عندنا هون في ورق غار عنا كمان مبين كتير من العصفر هيك نزيدهم شوي هيك لنلون شوي في قرفة بس عنا نوعين من القرفة يعني احنا شوي مش مغليين القرفة المستعملينها بس ما تخبر حدا مرسي استاذ اهلا وسهلا ما اشتريت شي بلا بلا عم تشيلي كيلو كيلو على الماشي على ببعث الشبيب يجيبون طيب يال عنا عائلة بلبنان عائلة الدحدح معقول جاي من هون هيدا دسير كتير مشهور بهذه المنطقة معمول من سميد اساسا حلو السفرة in a different perspective بنوصل دايما على الأسواق ونتمشى بالأسواق وأنا اللي بشوفه هي ألوان حلوة طعمات طيبة بس كون معي مارك ونفوت بهول التفاصيل وهول التفاصيل تفاصيل تبع الأشياء very very interesting وهلأ وقف وعنده شي جديد هون عن جد عنا كتير من الأعشاب اللي بنعرفها بلبنان نخمع زعتراتنا الأوريغانو مسيرياكو هيدا العصاين كيف رح أعرف أنه هيدا هي زيتها تبع لبنان لأنه في الورقة الأساسية ورقتين تحتها مشان هيك اسمها سالفيا تريلوبا أو فريتيكوزا وليك شو حلو ليك شو حلو البيبونش هيدا فريش بيبونش سو كمان مثل ما قلنا قبل هلا لو معنا شيء هيك كبرنا بنكسرها يا حي فاضيه دسها انتني تشوف كيف فاضيه اذا بدك هيدي بتكون اصليه ولقينا عكوب يعني كل شيء جايين نشوفه نحن وين راك اليوم سو هيدا العكوب هلا بعد بدهم ينطفوه شوي لينشيل منه شوك العكوب هي شوكه كثير كثير بتكبر بس بشيلوها هي وبعدها صغيره في يعني رستات بتعقد بالعكوب انت اكيد انتني بتعرفهم هيك كذا مره عكوب رح اخذ معي سحارة على الاوتيل بدك تعملنا اياهم دواري 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 هيدا بتطلع كثير بلبنان حتى عنا اسمها لوف او سم الحيه هيدا الزهرة تبعها الورق ما فينا نكره نحن هو اخضر بيسلقوه مثل ورق العريش ما بعرف ليه في منهم هون هيدا زهر الموز شكله بدنا نسأل حدا كيف بياكلون ليك 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 الزهور وينين جوا هو بده يصيروا موز بعدين بس اكيد بياكلون سلاد بياكلون زينة شي كتير حلو هون عندهم درع إذا بتشوف دغري حدك منطفين الدرة بس ما بكبشها بشول الدرة بخلوهم بتصور لأنه بيستعملون كتير ديوريتك يعني الدرة معروف علاج للكلى يعني ديوريتك مدر للبول كل شيء مسالك بولية بيطلعوا بخبرنا تعلمنا كتير Thank you so much تاني ترويقة يلا Welcome to Wild Jordan. اليوم بدنا نستضيفكم عنا. احنا an eco-friendly restaurant. Everything is relatively healthy. ما بتلاقوا اي شيء fried, اي شيء كل شيء grilled. It's a center more than just a restaurant. It's breakfast time. احنا وصلنا هلا على Wild Jordan. محل ما الاكس بنديكت معمولين عظيم.
والأج يوك بقلبهم عم بنقط مثل ما لازم. تراديشنال كوزين شكشوكة عنا، مكدوس عنا، الفول، خبزات طازة، لبنة، وبتقعد هون مع منظر روعة. عندكم الأوتيل أو الجاست هاوس أو السمول رومز، عندكم فوق الشوبينج سنتر، عندكم الميتينج رومز أو هذا الكافيه والقعدة. وكل يا مارك يال بس تروي تاني يوم ولو ما عم تاكل لك توني بلبيني بالأكل أكتر. معقول اجى على الأردن وما اكل كنافة؟ بوقت الفول أكلنا كنافة وهلا رح ناكل الكنافة أكيد. عن مين؟ عن نفيسة. رح دوقة كنافة غير شكل. دوق وخبرنا هي بتفضل. الخشنة مع شوية قلوبات، قرشتها غير شكل، جبنتها مظبوط. دفنة النقات. أنا كمان. هاي أنا منال. أنا آيا. إحنا من نملية. إحنا بلشنا نملية قبل 8 سنين. بنعمل مربى وشاي أعشاب وعسل. هيدا شيء كتير حلو. في كتير من النباتات بالأردن، بس هذا عندكم بيطلع بالطبيعة أو مزروعين؟ لا خبرونا عنه. يعني 90% بري. الفكرة كانت إنه إحنا كنا حابين نعمل تي لاينز مختلفة. أوكي. اسمهم تي سكيبس. They're inspired by the landscape. هاي for example اسمها hidden garden. أوكي. من الوديان اللي بالأردن، لأنه it depicts the experience of walking in the valley. أنتني الحلو كمان الزيادة إنه نعرف إنه روزماري نحنا بنسميها بلبنان إكليل الجبل، هون بسموها حصل بان أو ندل بان. فكرة من كل الجام لاين تبعنا إنه إحنا بنجيب الفواكه المزارعين تقليديين في الأردن. Our lines are seasonal, so كل شهر شهرين بيكون في عنا أنواع جديدة وفي عنا أربع فصول. Branding بيشرح كمان عن البيوديفيرسيتي اللي بالأردن، فمثلاً أي جام تأخذه من عنا بيكون عليه one of these icons اللي هي مثلاً تحكي من وين it's from the mountains واسم المنطقة كمان والaltitude اللي انقطف منها. وجزء من البراند تبعنا إنه بنحب إنه to raise awareness about the biodiversity اللي موجودة بالأردن. أشياء عليها very fresh very spring flavors. بتحس حالك عم تمشى بالطبيعة. ألوان شوي sweet enjoyable. جيلاتين ستايل على اللسان كتير حلو. قديش الجو حلو جوا. وطلعوا بالآخر شو بيعطوكم. بيعطوكم شيء تدوقوا كل products تبعون. عنا wheat bread معمول French توست ستايل شوي مثل بان بيردو عليه ثلاث أنواع جامز مربيات. عنده عسل، عنده فريش كريم، عنده ستروبريز. منقط وين ما كان. وصلنا على محل اسمه ويفور. من المحل بيحكي عن حاله قديش حلو الخشب، الألوان، الخضار من وين ما كان، من فوق من تحت، بتحسوا حالكم ترانسبورتد بالطبيعة دغري. انتو هلا بوي فارم. هلا الكونسبت تبعنا انه احنا هيلثي جوس فارم، نعمل هيلثي جوسز، هيلثي ايس كريم، فيجن ايس كريم بالاحرى. عنا بينت باتر اربع انواع كله بدون سكر. اذا بدنا نحلي بشيء بنحلي بالتمر. الموند باتر نفس الاشي. انا كتير حبيت انه عندهم الومي فيرا. هلا بدنا نسأله اذا من تحت انه مسكرينه او هي سكرت لوحدها. اتس فيري هيلثي. بتعرفوا فيها قصه ناخذ جوس نحط على جلدتنا ديريكت. هيدي إلكتريك خلطتها شكلها حلوة. فيها بوم جرانيت سويت أند ساور مع بعضهم. أنت طلبت؟ أنا غيرت رأيي، رجعت شفت عنده ألوي فيرا وجبت ألوي فيرا جوس. محل حلو، درينكس كتير لذيذين 100% كل شي فريش. ولو معنا شوية ربع ساعة زيادة كان عملنا آيس كريم كمان. مزبوط فيجن صح. Let's go. يعني إذا كنت عم تسألني ما اكلنا كفايه وبعدك او جوعان او صارت الساعه 1 وبعد ما تغديت صار وقت الغداء.
أهلا وسهلا فيكم بمطعم نجلان. مطعم متواضع كتير، وإحنا كل يوم عنا طبخة مثل المقلوبة، المنسف، الورق الدوالي، المفتول. عم نرجع كل هالأكلات اللي ما عاد الستات يطبخوها ببيوتهم، وهذا إحنا عملناه مشان نرجع التاريخ تبع التيتا. التيتا اسمها نجلة راجب شرات، وقد ما كانت شاطرة كان الكل يشم ريحة الأكل من الدرج. وهيدي مقلوبة اللي الشرف أنا أفتحها. في روح حلوة بهذا المحل، very peaceful كتير، والمدام ضحكتها غير شكل. طعمة البيت، طعمة الأرض، طعمة الحياة، طعمة النفس، طعمة الانجريدينتس، طعمة الرزات، طعمة الصوص، طعمة الباذنجان، طعمة القرنبيط. I love it. السفرة كتير لذيذة وكتير غريبة وكتير جديدة، يعني بعد كل هالسنين تغير شيء. حبيت من محلات healthy, vegan, simple موني. وهلأ كمان من بعد ما أكلنا وتروقنا 6-7 مرات وغدا، فتنا رح نفوت على محل اسمه Herbs and Design. أوكي، قبل مرة وصلنا على الأوتيل علبة كتير حلوة جيني هدية، وأول ما طلعت فيها قلت واو، this is international standard. وهلأ من بعد ما شفناها، من بعد ما جربتها، فتنا عنده على المحل كتير كتير حلو، معمول بطريقة كتير مرتبة، very upscale، كل packaging مفكر فيه، كل علبة مفكر فيها. very nice. نعمل برمي. هاي أنتوني، كتير مبسوط إنه جيت نورتنا في Urban Design. إحنا we take pride إنه كل البرودكتس اللي عم بتشوفها هلا they're all designed and made in Jordan. في عنا liquid soaps، في عنا lotions، وفي عنا room sprays، and they're كل شيء عم نستعمله upscale بيكون skin safe and it's toxin free. عندنا بالاكل chocolates دراجيز، والحلو انه في عندنا milk and dark. في عندنا our best seller is date and cardamom that you have to try. في عندنا بقلاوه chocolate that you also have to try, and this is one of our best sellers. Then we have tea blends، وهلا عم نشتغل على tea line جديد. وبعدين في عندنا كمان of course preserves، وفي عندنا spreads for olive spreads، وفي عندنا peanut butter almond butter، and we have alcohol infused jams. مارك وينك؟ يلا وينك؟ بدك ياني كلام؟ إذا بدك، إذا رجع أسمع صوتك كان هيك بواتك وخشوع وخبار، حاسس أنه ما بعرف كيف بدي أكلها، كتير حلوة لتتاكل. كول كول. طب يلا. في عنا amazing products بالأردن وبالوطن العربي ومش قادرين نوصلهم للعالم برا. And I wanted to create a brand that has amazing يعني quality ingredients that we can scale up while empowering women to produce them in our ISO and HACCP certified kitchens to be able to export them لبرا. This is how it started. And بدينا شوي شوي بدينا to gather the women، بدينا المطبخ. كل product عنا إياه عليه مكتوبة القصة، يعني مثلا الزعتر في ناس ما بيعرفوا كيف يكلوه، فبيبين عليه إنه dip it in olive oil and so on and how to go يعني how to eat it. فإحنا we're very happy إنه هلأ وصلنا مرحلة where we're actually exporting our products. بدينا I can happily say إحنا بالسعودية fully، بدينا بقطر، دبي very soon in a month or so، وأمريكا in May. فإنه we're growing slowly and I'm very excited that you're here to actually see it with us happen. ومش بس يعني it's not just about the product itself، it's about يعني we have to scale up while empowering the woman. فwe had to find a way إنه how do we do that. فwe created a micro franchising system and the bigger we are the more women we hire and the more products we produce and we can meet demand at any level. So it's a place where you can eat and just share and enjoy the Arabic culinary culture. اسمحوا لي. Super soft, super tender, بيفرطوا فرط، منهم معلكين، ما عندهم احساس كاوتشوك، super acidic.
I love it. هيدا اخدوا معي. محل رائع رائع رائع. طلعوا رأي، طلعوا الألوان، طلعوا الفيناس، طلعوا الكلاس، البوزيتيفيتي، الريحة بقلب المحل، الخشب، الديزاين، الإزاز. وضيعته لمارك عم يبرم لأنه بعتقد لقيناه لقى حاله هيدا المحل. الوحدة أحلى من التاني، يعني هون عم نطلع على كذا نوع فوبيا، وهيدا الكلامكم مش دايما بنلاقي منه هيك. إذا بنكمل هلا أنا عندي هونيك كوتكار شفته، بس أنا بفرجيكم شوي كم نوع سانسيفيريا عندهم. هيدا مثلا سيل حما، هيدا وحدة تانية فوربيا كاكتسس في بلاوي، بس ليك هون ليك هيدا قد حلو. شوف الديتاي تبعه. هون عنا عن جديد كذا نوع اتشيفيريا، احكوا هون قد حلوه هالاتشيفيريا. وهون عنا بلانت كثير حلوه، هلا بعد شوي بدي اقدم لهم لانتوني هونيك. ليك هلا مخبروا عنا قد حلوه مثل القلب. وهون عنا ايرتنز انتوني تعال شوف. هول النباتات بيعيشوا بالهواء، فينا ناخذ كل وحده لوحده، فينا نعلقهم ما بدهم ولا شيء، بس نرش مي عليهم ايفنتشلي بزهروا. بينين كاوتشوك ده فيها ده فيها هي عم تصدق انه هي طبيعيه. هيدا تيلانسيا، بس هيدا بنسميها اير بلانت لانه بيعيشوا بالهواء. اذا بتطلع نزول بتشوف السيلاجينالا كمان كثير كمان نبته حلوه، هيدا بتعيش مثل الموس حد المي وهيك. وتاتا اخذك اقدم لك شيء كبير. يعني اذا حدا اخذنا على ديزني لاند يمكن بحس زيت شيء اللي انت عم تحسه هلا. مزبوط. هذه البلانت اسمها هويا، هلا بالعربي بنسميها الماظة. هلا انت عم تشوفها هي هيك مثل قلب، بس ايفنتشلي هيدا عربيشة، سو بيطلع منها بعد هلا شرايط بيطلع نباتات تانيين بتعطي زهرة رائعة قد منها حلوة بسموها الماظة. مرحبا يا وقفة، هلا صار وقت تاني غدا لايف ببرج الحمام مع الشفية، رح نطبخ لبناني. فريكة من ميل، رز من ميل، أكلتي المفضلة سيربريز، ختامها مسك بالآخر. ومش بس هيك، مع كيس عرق غير شكل. Mr. Anthony, thank you. This flower from Daniel Austin. Thank you so much. Welcome. تبعي أحلى من تبعك. إذا بدك بس أخبرك شيء رح يفاجئك. نعم. أنه ولا أنا ولا هن منعرف شو هي البلانت. وقتا كنت عندهم جربنا نعرف ما عرفنا exactly شو هي. Okay. So هلا هدوني اياها بدنا ننبش عليها ونرجع نقول لهم. Great. Wow. إيلا. احنا مطعم ارث الاردن بلش من خلينا نحكي سنتين ونص، ولكن مسيرته قبلها كان بخمس سنين. وتعالوا خلينا نطعمكم اشياء زاكي. ما كنت منتظر ابدا، ما كنت منتظر ابدا يكون في زيت طعمه البيت، زيت طعمه بيت امي، بيت ستي. اكل الشارع شيء واكل البيت شيء ثاني. اذا ال95 ريسيبي اللي عاملينهم هيك انا مستعد ارجع دوقهم كلهم وصورهم كلهم. من بعد نهار كتير كتير طويل وصلنا على محل عنا السوشي دينر. هذا النهار الثاني من أطول أيام بكل التصوير، كتير حلوين، الضحكة ما راحت عن وجهنا، اكتشفنا أشياء بتعقد، ونهار عن نهار ساعة بساعة عم بكتشف الأردن يلي ما تخيلت أبداً أن اكتشفها بهالطريقة أو اكتشف فيها أشياء هالقد حلو. داي 2 بيخلص هلا، بكره بنبلش على الساعه 6 الصبح بنهار ثالث رائع. ومن عمان بنترك وبنبلش برمتنا وجولتنا ساعات السويقه تنكتشف كل البلد. وبعد عنا اربع اوتيلات بدنا نجربهم. جود مورنينج جود مورنينج. داي 3 النهار الثالث ببلش. نحن وين؟ نحن بالاردن. مش ان نيتشر بتكفي، من بعد نهار كتير طويل امبارح من 3 4 ترويقات لغدا وين واكثر، لعشاء وين واكثر، لاشياء كتير حلوه. نيتشر، بايوديفيرسيتي، مونه واكثر بكتير من هيك. مش ان نيتشر جوردن بتكفي. هلا صرنا بام كايس. انا كنت عم بقرا عنه، اول شيء نحن كثير قريب على لبنان، ما فيك تتخيل قدامنا بتات زيتها. هلا انا حاسس حالي هونيك كمان. الشغله الثانيه ام كايس اثرات كثير مهمه.
ضايعة كبيرة قديمة ويمكن مش اخذ حقك فيها كفاية، بس كل العالم بتقول توصلوا على أمكاس عندكم منظر رائع، من هون بتشوفوا فلسطين، بتشوفوا سوريا، حتى بتشوفوا لبنان. ماركو أنا هلأ رح نسلق، رح نشوف شو في نباتات، شو في عشب بالأرض، كلهم صور رح نجمعهم ونحضر الغداء. هل هو رح يطبخلي أو بس رح يسلق؟ اسمه أم كايس لأنه العثمانيين كانوا مسمينه أم كايس، تعني المطرح اللي كانوا يجمعوا فيه ضرائب. أنا لقلك شيء كتير مهم نوسع على بحيرة تبريا، لأنه أكثر من عجيبة بالإنجيل صاروا هون، مثلاً وقت الصيد العجائبي، وقت يسوع مشي كمان على الماء، كلهم صاروا بهذا المطرح. أم كايس في أثارات من الألف الرابع قبل المسيح، بس صارت مأهولة تقريباً من القرن الرابع أو القرن السابع وظلت مأهولة لهلأ. فيها أثارات يونانية ورومانية، وعم نشوفهم كمان كتير بيوت من ضيعة عثمانية كانت موجودة هون. أنا هستجدق فيهم بإيدي، بس ليكو هالحراق أو القراس أو النتر بالإنجليزي، الأورتي بالفرنساوي، قدي حلوين. عنا الفواكه وعنا الزهور سوا. بالكوكريكو دايماً في حشرات بتتخبى، ليكو هون هالحشرات قدي حلوين. وشغلة كتير مهمة تعرفوها، هيدا الكوكريكو أو شقائق النعمان فينا نزين فيه سلاد، والولاد الكتير بيعيطوا وهيك فينا نشربهم الوراق لأنه بيروقهم. هيدا اللاميوم فيها تكون لاميوم أو بلكسيكول، بسموها هون رجل الحمامة. في عليها كتير حشرات، ليك هالسيكادال هون شو حلوة. لقلك أنه رجل الحمامة بيستعملوها لأشياء طبية بالأردن، منهم مثلا التهابات البول والمسالك البولية. لنقول انه بأم كايس في تقريبا 265 نبتة بتطلع هون، منهم طبيات بس منهم سامين، مثل هيدا الأوفوربيا نبتة سامة، وهيدا الميركوريال كمان من زيت العائلة وكتير سامة كمان. الحلو هون انك كأنه النباتات بيعرفوا اوقات انه في اثارات رومانية، يعني انا هيدي بشوفها حتى بجبال حتى ببعلبك. هيدا اسمها البنج بالعربي وحتى بالاردن هيك اسمها، هي جوسكيام او هيوسكيامس اوريوس، لانها صفرة مثل الذهب، بتطلع دائما على الحيطان. من اهم نباتات الحيطان البارياتاريا او حشيشة الازاز، اللي عندها فوائد طبية لا تحصى. الحجات الرومانية اللي موجودة في أم قيس سعته ما يقارب 3000 شخص، اتجاهه للغرب. أغلب المدرجات الرومانية موجودة في العالم اتجاهها شمال شرق. بدنا نعمل لك غدا طيب، بدنا نسلق. هيدي النبتة هون هي الخردل البري، يعني هيدي المطارد البرية، سو المطارد بيتسلق كمان. رح شيل الوراق منهم هيك، نعمل لك غدا طيب استاذ انطوني. جبت لك ملوخية، جبت لك دردارية، هلا بتشوف ملائكة. وين كنت؟ انطوني انت وين كنت؟ انا لقيت احلى نبتة بالاردن لحد اليوم، عم بنبش عليك لتصور ومنك هون. حلو. Different perspective of life. Yes. انا تحت المي، شتي من فوق لتحت، الميكرو تش، التليفون صار كله مي، الكاميرا مخبية، كريم بردين، الميت وصل للعظام، صرت مي بتصبات للكالسات. Different perspective of life. انا مكيف، لقيت سيناريو، صارلن يومين بيقولولنا بدنا ناكل سيناريو، لقيناها. ايموتيكون. لقينا اوضة صغيرة رح نهرب نتخبى فيها. ان شاء الله يكون لها سقف. هلو ليك شو مهضومة تقبرني على هيو، سنينة كتير حلوين وقرونة كتير مهضومين، بس أنا رأي أتخبى من الشتي. تعرف هلا ورانا في هول بعرات شايفهم ليك قاعدين، أنا حاسس عم بياخدوا هن هيك عم بياكلوا عشاب، عم بيسلقوا. شو عم بيقولوا؟ عم بيقولوا ليك هول اللبنانية شو عم بيعملوا هون بالأردن، قاعدين يحكوا بالسيناريا والإخبار، عم بيضحكوا علينا. بتعرف أنه البقر عندهم بيست فريندز بيقعدوا سوا، يعني ليك شرف رح صور كيف هو ثلاثة قاعدين لواحد، هوليك قاعدين لواحد وعم بيسولفوا. توصل على التراك بتقعد كلك ماي، ما فيك تشلح، ما في محل تحط اجريك، لانه يعني هو خبار والخضار وين ما كان
انه انت سميتها ميشن نيتشر، شو بدك تسميها؟ ميشن بيريه؟ بيريه تفضل. ميشن كوكاكولا؟ هيك كوكاكولا مسروق. ليك شو كنت عم بعمل؟ عم جيب لك لوز اخضر عطفكم كرمالك روح. وجبت بيبونش تتروي اعصابك، هلا طلعوا من الكيس. شو بنصير بالطبيعه؟ ولا انا اذا ما بتحب هيك سميها ميشن شو؟ ما بعرف شو. كترهم ظهرات الطبيعه اذا كم مره بيهتم فيها. We are back full of energy. مارك سبقني اكيد، هو بالكيس الخضار، شبيبه ورانا ويلا ماشيين. وهلا صار وقت الغداء، عصافير وبطني يزقزقون. جاهز الاكل؟ هات نخبركم شو عندنا هون. فنحن جبنا خبيزه وجبنا سيناره، هلا مخبركم عنهم. بس الخبيزه والسيناره ما بيتاكلوا ناي، صرنا نطبخهم عشان هيك معنا شيف احمد. عندنا الخبيزة هون، الخبيزة هاي ما بتنعمل سلطة، فبنعملها على الغاز تنطبخ طبخ. السنارية، السنارية نفس الشيء، صعب تنعمل سلطة فبنعملها على الغاز. عندنا الخردلة، خردلة أشبه كتير زاكة ومفيدة. عندنا سنار الأسد نفس الشيء، بتنعمل برضو سلطة ما بتنعمل طبيخ. وعندنا العرد كثير 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 مفيد وبتنعمل سلطة. انا انبسطت لان الاكلات طيبين وفشيت خلقي، بس يا مارك اذا رشحت من ورا هالشتوي ياي شو بيصير فيك؟ لك نحن بمشن نيتشر، مش معقول خليك ترشح. هلا منخلص بروح منسلق شيء بناخذ انتزان، بتحس حالك بوم. ونحن هون عندنا الخبيزه. الخبيزه كثير 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 مهمه للصحه، لأن فيها مواد مثل الميشيلاج هن أنتي انفلاماتوار، يعني بياخذوهم لكل شيء اسمه التهابات. حتى عندهم استعمالات ثانيين، الستات مثلا بياخذوهم حتى للبشره. عندنا هون السيناريو يلي هي شوكه، بتصير شوكه وزهرتها صفرة بعدين بسموها سكوليموس اسبانيكوس، يعني شاردون اسباني. كمان عندها فوائد كثير طبيه. هلا هي منيحه، فيها حديد، فيها اشياء كثير مهمه. على الشمال وعلى اليمين فيك تذوقهم سوا، رح احكي زيت الاشياء عنهم. عندنا علت، وعندنا مثل هندبه، وعندنا اسنان الاسد يلي هن من زيت العيله، يلي هن ما انطبخوا بس انقعوا مزبوط بملح كمان تشيل مروره. اخر شيء سلاد الروكا. روق ميرسي. مشتاق لك. كوكليكو او شقائق النومان، فينا نحن ناخذ الباتلز تبعهم، اهم شيء يكونوا نضاف. وصول بس المنظر بيرجعوا بيتاكلوا. اه بتاكلهم كثير طيبين. استفدنا، انبسطنا، اكتشفنا، عملنا شوية سياحة، بسطنا بالطقس بعقد، أكلنا أكل سوبر طيب. نحن ننصح كل الناس تجي على هالمنطقة. مشوار بكفي. هلا عنا 3 ساعات سوية من هون للوقفة اللي بعدها. ريدي. فتنا هلا بالكولتشر. مثل العادي بتعرفوا عم فرجيكم الاردن مثل ما اكتشفتوها ابدا. كل العالم بتوع المحلات السياحيه العاديه، بس احنا حابين نفوت على قلب الشريين تبع الحضاره. فرح عم نفوت فيها شوي شوي ورح نشوف كيف بيطبخوا وكيف مقسمين. تقاليد درسيه، تقاليد الشيشانيه، في كثير تقاليد مختلفه بهيدي الارض اللي قطع عليها كثير 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 ناس. يلا ناطرينا بالبيت. أنا أم عامر، عندي مطبخ إنتاجي. إحنا بنعتمد على الأكل القديم، طبعاً نعمل إحنا أكل جديد، بس دائماً تابعين لأكل البرغل زي ما كانوا أهلنا وأجدادنا بالزمانات يعني. وهي إسا أنا عملت لكم أكلات شعبية قديمة كلها أكلات صحية ومن البرغل. هاي مجدرة، عبارة عن عدس وبرغل ومنطبخها مع زيت زيتون. هاي سلطة البرغل، عبارة عن خيار وبندورة، بقدونس، نعناع أخضر وزيت زيتون. وهاي أكل قديم كمان، برغل مع بندورة وحمص. هاي كمان أكل قديم، معكرونة كشك، عبارة عن طحين قمح ومنسلقه بالماء بعدين منطبخه مع زيت زيتون. هاي أكلة الزقيات، حلو قديم. العجينة عبارة عن طحين وحليب
وبنحط لها ينسون وخميره وشويه سكر، رشه سكر، بنخليها ربع ساعه لما تتخمر، بعدين بنخبزها على الصاج هذا. طعمتها كتير حلوة، كتير قوية، very aromatic, very fresh. بس اللي بيلفت النظر هي هاي، من بعد ما يجيبوا خمسة فوق بعضهم بيخلقوا كيك أو حلوى اللزقيات يلي ذكرتني بشغلة كتير كتير على الموضة هلأ من كم سنة worldwide يلي اسمها شو؟ ميل كريب، اللي بلشت بنيويورك، بلشت بسيول، بلشت all around the world. فتخيلوا أنه ميل كريب يمكن inspired من الكولتشر العربية. This is interesting. قديش الكولتشرز قراب من بعضهم. نحن هيدي بنسميها مدردرة، الحمص هو زيته، المعكرون هو زيته، برغو البندورة كلنا بنعرفها بلبنان. طعمة البيت. Let's go. بدنا نعمل أكل شيشاني اللي هو القرنش. القرنش طحين قمح، بنعجنه بمي دافية وزيت زيتون ونتفت ملح، بنريح العجينة وبعدين بنرقها بالشكل هذا وبنقطعها بالشكل هذا. هذا أكل شيشاني اسمه منتيش، برضو كمان طحين قمح، بندخل فيه الطحين، قليل من الطحين الأبيض ونتفت ملح وبرضو كمان زيت زيتون وبنعجنه، بعدين بنريح العجينة بنرقها بالشكل هيك كبير، بعدين بنقطعها بالشكل هذا. أول إشي بنسلق الدجاج، حلو؟ بعدين بنحط نفة زيت وبنشوح الدجاج شوية مع الزيت عشان ياخذ شوية لون ما يضل لونه أبيض، بعدين بنحطه، بنحط عليه البهارات، بنحط عليه المي لمنه يقرب يستوي شوي يعني، بعدين بيكون العجين جاهز. بننزل العجين، هو لازم بصل وثوم وزيت، بعدين بنحط الخضار اللي هو فلفل رومي ملفوف أبيض، جزر ومكعبات بطاطا ولحمة عجل، مثل المعكرون اللي بنعمله نحن عنه. أيوه. بس مع تشيش بسموه قلمش. أيوه. وهيدي مثل الدومبلينجز. أيوه. زيت الشي. نعم. بسموه منتش. صح. نهار طويل تقريبا نصه قاعدين بالسيارة، بس كان كتير حلو المناظر على الطريق، كيف ننقل من محل خضار لبعدين شوي صحراوي، وصلنا على محل هون يلي هو بكرة بكرة اللي اكتشفت كله سوا. نص النهار كان إلي أكلت أكل طيب، نص النهار كان إلو، فرجينا عن البيودايفيرسيتي بالأردن، وإذا بدكم السياحة مثل ما تعودتوا تشوفوها، كل الناس بتروح على المحلات الكتير أساسية، مثل عنا بلبنان، بعلبك جبال وصور وصيدا، بس الحلو صار تتعرف على الشعب، على الناس الطيبة، على الأكل الغير شكل، على المحلات المخباية، the roads less traveled. أكل طيب، عشاء، نفوت من نام، أكل واحد بوضة. أكيد أكيد، بخيلك. Yeah, good night. هيك شو ما انا بزل عليها دغري. كم مره شفتوا شيء اورجانيك هالقد كبير هالقد بغزه؟ عم نفوت محل ما الناس ما بتفوت، عم نفوت محل ما لازم توقفوا جوات الحفه، بس مارك شاف شيء برات الحفه. حلو السفره، ان ديفرنت برسبكتيف، بنوصل دائما على الاسواق ونتمشى بالاسواق، وانا اللي بشوفه هي الوان حلوه، طعمات طيبه. أنا كتير حبيت أنه عندهم ألوفيرا، هلا بدنا نسأله إذا من تحت هني مسكرينها أو هي سكرت لوحدها. سوبر سوفت، سوبر تندر. فيها هي عم تحب تصدق أنه هي طبيعية؟ هيدا تيلانتسيا، بس هيدا بنسميها إير بلانت لأنه بيعيشوا بالهواء. أكثر من عجيبة بالإنجيل صاروا هون. أعمل لك غدا طيب أستاذ أنطوني.
ليش الكولتشرز قراب من بعضهم. نحن هيدي بنسميها مدردره، الحمص هو زيته، المعكرون هو زيته، طعمه البيت. توصل على التراك بتقعد كلك مي، ما فيك تشطح، ما في محل تحط اجريك لانه هو باره الخضار وين ما كان. انت سميتها ميشن نيتشر، سميها ميشن شو ما بعرف شو. كترهم كترهم ظهرات الطبيعه، اذا كل مره بيهتم فيها